بأن هذا هو العضو الشرف الحقيقي لجميع الأندية في هذا الموسم تحديدا. هذا كلام صحيح. شوف هو أنت لو جيت للأستاذ تركي آل الشيخ هذا الموسم حير الجميع. يعني الناس تبغى تحسبه على الأهلي ما قدروا، يبغون يحسبون على الاتحاد ما قدروا، يحسبون على النصر ما قدروا، يحسبون على الهلال ما قدروا. فقاعد يعمل مع الأندية كلها بشكل كل نادي وما يحتاج. البعض لا يريد أنك تدعم مثلا في اتجاه واحد، صحيح، يعني يقولك خلاص ادعمني واترك الآخرين. هذا كلام غير صحيح، لأنه هو في فرق بين عضو الشرف وبين الشخص المسؤول. الشخص المسؤول هو يمثل الدولة، هو مسؤول عن جميع الأندية ومسؤول عن الوقوف مع كل الفرق. فليس عضو شرف مثلا محسوب عليك تقول لا تدعم النادي فلان والنادي العلاني. هو في دعم قدم للأندية هذا الموسم. لو جينا على سبيل المثال بالنسبة للهلال، تم تعاقد مع سيروتي، مع أقصد دفع قيمة تعاقد مع سيروتي مع بن شرقي. هي قبل شوي كنا نتكلم عنها، تحمل تكاليف دياز اللي كان حقيقة في رغبة كبيرة من الإدارة في إقالته، ولكن الشرط الجزائي كان عائق. تجديد عقود اللاعبين اللي تموا الآن، ياسر الشهراني يعني نواف العابد وقبلهم عبد الله عطيف، هذا عمل لا يقوم فيه إلا عضو شرف فاعل، ومع ذلك قام فيه رئيس الهيئة كما قام أيضا في أندية أخرى، ولكن احنا نتكلم عن جانب الهلال. بالتالي هذا عمل شال حمل كبير عن الإدارة. سوالكم شيء ما سوى يعني شال حمل كبير عن الإدارة. أعضاء الشرف كلها ما في شك. اليوم ما عندك عضو شرف يمكن يدعم هذا الكلام. هذا الكلام ذكرناه قلنا فيصل زعل. شوف هذه حقيقة، هذه ما فيها سوالكم شيء ما سوى الأندية الثانية. لا 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 حمد دبيخي، حمد دبيخي، لا 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 دقيقة، لا لا سوالكم شيء خلنا نسمع كلام فهد قاضي يقول أنا زعل. قبل ما تيجي يا ابو يزيد زعلت على ايش؟ لا لا، لما قلت نفس الكلام اللي قاله عبد الكريم ما تقبلته مني. لا مو بصحيح. هو انا